بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اللقاء نحاول إن شاء الله نصلح هذه التغذية أو الاليمونتاسيون المعطلة، بحيث عندما نشغل الجهاز يشتعل هذا المؤشر، وهذا دلالة على أن الفيوز أو الفيزيبل سليم، لكن الجهد لا يتغير، وهذا ما يدل على أن مركب من المركبات الموجودة داخل العلبة تالف، مما يستوجب البحث عن هذا المركب وتصليحه إذا كان قابل للتصليح، أو تغييره إذا كان الأمر يستوجب التغيير. وأول شيء نقوم به هو فصل الجهاز عن الشبكة، ثم ننزع هذا الغطاء الخارجي. والأجزاء الرئيسية لهذه التغذية تتمثل في هذا المحول، هذا الكارت الإلكتروني، وترانزستورات الاستطاعة هذه، اثنين آن ثلاثة صفر خمسة خمسة. في المحول الظاهري يبدو أنه غير تالف، ورغم ذلك سنقوم بالقياسات اللازمة لتحديد إذا كان محترق أم لا. وأولي أو ابتدائي المحول يحتوي على هذين السلكين الأبيض والأسود، والمقاومة التي نقيسها بين طرفي هذين السلكين هي 5 أوم، مما يعني أن أول المحول جيد. ثانوي المحول يحتوي على ملفين بنقطة وسطية، نوصل التغذية بالشبكة، ونقيس الجهد في الثانوي، والجهد الكلي بين طرفي الملفين هو 34 فولت، وبين طرفي كل ملف نقيس 17 فولت، إذن 17 زائد 17 فولت يساوي 34 فولت، إذن المحول جيد. وقبل معاينة هذا الكارت الإلكتروني نعاين أولا لترانزستور دو بويسونس، أي ترانزستورات الاستطاعة أو ترانزستورات القدرة. نفصل التغذية عن الشبكة، ثم ننزع هذين الترانزستورين، وهذا الترانزستور يملك مربطين فقط، هم الباز وليميتر، أما الكوليكتر فيتمثل في جسم الترانزستور. وهنا سنقوم بفصل كل مليمتر والباز، ونقوم بالقياسات اللازمة. وبما ان هذا الترانزستور نوع امبيان، فانه عند وضع المربط الاحمر للأوميتر على الباز والمربط الاسود على الكوليكتور نجد قراءة معينة، وعندما نضع المربط الاحمر على الباز والاسود على الليميتر تكون القيمة اكبر بقليل. فبين الباز لهذا الترانزستور
ومشترك الكوليكتور للترانزستورين نقرا 143، وبين البازوليميتر لا توجد أي قراءة، وهذا يعني أنها الترانزستور تالف. نعيد نفس القياسات مع الترانزستور الثاني، بين الباز والإيميتر لا توجد أي قراءة، لكن بين الباز والكوليكتر نجد تقريبا نفس القراءة، وهذه دلالة كافية على أن هذا الترانزستور أيضا تالف. إذن ما سنقوم به الآن هو نزع هذين الترانزستورين وتعويضهما بترانزستورين جديدين. نعيد تركيب الترانزستورات الديسيباتر شالر أو المبدد الحراري في نفس الوضعية التي كانت عليها الترانزستورات السابقة. وقبل إعادة تلحيم هذه الإسلاك وتركيب هذه القطعة، ننزع هذه الدائرة الإلكترونية ونرى معا العناصر المركبة عليها. والكارت كما نرى لا يحتوي على مكونات كثيرة، ومن بين هذه المكونات نجد هذه الدارة الرئيسية، وهي عبارة عن منظم للجهد MC 1723، وهذه الدارة المندمجة أو المتكاملة تكافئ الدارة المندمجة الام 723. كما نجد هذا الترانزستور من نوع امبيان F3055. كما نجد في بداية الدارة جسر مقوم يتكون من 4 ديودات كبيرة، وهنا نجد جسر آخر من 4 ديودات صغيرة، وهنا نجد مكثفتي الترشيح دائما في مقدمة الدارة، وهنا مجموعة من المقاومات منها هذه المقاومة المتغيرة. فهذه المقاومة وكما هو مكتوب على اللوح تساوي 2.2 أوم. هذه المقاومة الثانية والتي قيمتها 0.68 أوم لا تتوافق مع القيمة المكتوبة على الكارت. هذه المقاومة الأخرى تساوي 100 أوم، وهذه المقاومة 560 أوم. هذه المكثفة بقيمة 1000 بيكو فاراد، أي 1 نانو فاراد. نعود إلى هذه المقاومة، وعلى الوجه الآخر للكارت نجد أن مكانها معلم بهذه الإشارة وقد تم تغييرها، كما أن هذا السلك لحم في هذه النقطة لأن مكانه الأصلي تم إتلافه. وما سنقوم به الآن هو تغيير هذه المقاومة بمقاومة تحمل نفس القيمة، ثم اختبار المركبات الحساسة الديودات والترانزستور. وبعد بحث في المقاومات المسترجعة وجدت هذه المقاومة والتي قيمتها النظرية هي 2.2 أوم، فهذا الشريط الذهبي يمثل الفاصلة بين هذه القيمة 2 وهذه القيمة الثانية 2، والقيمة إذن تتأرجح بين 2 و3. إذن هذه المقاومة جيدة، وما علينا إلا إضافة هذه الرجل لهذا المربط الثاني للمقاومة.
وعند محاولة رسم مخطط الكارت وجدت أن للمحول مربطان إضافيان، وسأحاول قياس الجهد بين طرفي هذا المخرج. إذن يجب عزل الكارت عن الكتلة المعدنية، كما يجب عزل هذه الأسلاك، وبعدها فقط يمكن توصيل التغذية بالشبكة. والجهد الذي يقدمه هذا المخرج الثاني للمحول هو 5 فولت. وبعد ما فحصنا الترانزستور والديودات وجدناها كلها سليمة، نعود نركبوا هذا الكارت. وبعد ما ثبتنا الترانزستور الجديدة في أماكنها، سنقوم بتشغيل التغذية. نوصل التغذية بالشبكة، ثم نضع زر التشغيل على الوضعية ON. وهنا نلاحظ أن المؤشر على 15 فولت، وهذا يعني أن التغذية تشتغل من جديد. وللتأكد من ذلك نقيس الجهد في مخرج التغذية، والقيمة الحقيقية للجهد في مخرج التغذية هي 12.86 فولت. وبواسطة هذه المقاومة المتغيرة نضبط جهد المؤشر على جهد الفولت متر. إذن الفولت متر يعطينا 12.87 فولت، وبتغيير قيمة المقاومة المتغيرة نضبط المؤشر تقريبا على 13 فولت. وفي الأخير نجرب هذا المصباح 12 فولت 21 واط، والذي يستهلك تقريبا 2 أمبير. والتيار الذي يستهلكه المصباح يساوي تقريبا 2 أمبير.